بكل الود بكل الحب نتواصل وتتواصل جولاتنا. واليوم نجيو الأقدم حي شعبي في الجمهور في تونس، لهنا في تونس العاصمة أقدم حي شعبي، لأنه احنا دونك في الملاسين. الملاسين أنا ديما نقول الملاسين جيابة، الملاسين اللي جابت رجال، مش لازم باش نحكي عليهم الكل أنا، أما خاطر الحصة ما تفيش بالحاجة باش نحكي على الرجال اللي جابتهم الملاسين واللي دخلوا احنا لهنا في السوق البلدية بتاع الملاسين، اللي هي تجي تحت حفرة شيخ عمر. حفرة شيخ عمر زادة اللي هي فيها تاريخ كبير، حفرة شيخ عمر دونك، لأنه فوقها أي ورا المرشي الحفرة، يقول لي صديقي هذا دونك حفرة معناتها الملاسين هي 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 سيوتي اللي إن شاء الله ترجع للعفاف. الملاسين هي بابا حميد الذيب، الملاسين هي الحطاب الذيب خوه عبد السلام الشعتاني الله يرحمهم الكل، دونك فاروق بن سليمان وغيرهم. قبل ما نبداو نشوفوا الحوت، نحيي الفريق اللي يخدم معايا، امين البرني قاعد يامن في الصور هذيا، وبلال بن عمار هو الموظف نتاع الفريق. اهلا بيك، اش باش تشري لنا اليوم يا حاج؟ اليوم باش نعمل مسلي. مسلي؟ اي باهي، ما نجم نجيب وحدك؟ تفضل مرحبا. هو نعرف عادل اي معلم يعمل لها سوم عاد. ايش عمل لها سوم؟ يفرح بها، يفرح بها. كليونت عنده انت شغل شباب، ديما تاخذ من عندنا. اهلا بك. خويا شويه قاروص، شويه ورقه هذاك، وشويه سردينه. وشويه سردينه. الاخر كلها غالي. تارت الغزال 170 دينار. يا رسول. والله؟ فيها اقل من 20 كيلو. اقل 15 كيلو فيه. 15 كيلو. 15 كيلو 170 دينار، وتجي تقيد بالكيتونس يولي 185 دينار. ايه. تبيع لهنا. ما يخرج. ولا مزمر انت خويا كيلو سردينه. كيلو سردينه ب 6000 فرنك مش قادر يغني عليها. عاد قادر السردينه يعني وحدها هي تغني على راه. قول له تبارك الله يا حوات، تبارك الله يا حوات، تبارك الله على الملاسيني حجب الله يا حوات. انا جينا محمد علي طلع علينا يا حوات، ربي يشفع فينا والحوات، ربي معاه يا حوات. عايشك عايشك، اهلا بيك. نمشيو للمره، تو نمشيو للمره باهي اكيد. على سلامتك. شبيها ما ثماش جبونات اليوم؟ والله جات مناسبات بتاع عروسات. بارك الله على بكري. والله يحب يعاد القوطه متخليها تغطي فيها، ما تبقى تقص. لا تهنى. خبي لا مانيش ماشي حتى تخبيها. ما يجيش هكا. صحيت. اي هكاك. يا عايشك بلاي. امين تحيه للامن اللي قاعد من بعيد لبعيد يرافق فينا، دونك قاعد يامن في هال. على سلامتك حاج. شنو احوالك؟ عايشك الله يحفظك. عايشك عايشك، عجبتك عاد يا حوات؟ بارك الله تضحك. اي منا باش نشوف. الله يعينكم الله يعينكم مدام. اهلا بيك اهلا بيك يا خويا. على سلامتك. لاباس الحمد لله. خويا مرشينا نور راهو. وجودكم منور. بوجود وبناس. ان شاء الله فهمتني شويه بركه في الاسعار وكاو. ولا مازالت غاليه. مازالت غالي شويه. خاطر انا راني ما نحكيش على الخضره، راهي الخضره تطلع وتهبط. اما حاجات حتى على المرشي قبل كانوا يجربوها خذوا ولا لا. تعرف ولا صحيح ولا؟ ايوا توا الحمد لله. ان شاء الله ربي معكم. ان شاء الله ربي يجريها على صلاح. بلا يا امين ديما نحب نحيي انا هند الماجدي. اهلا بيك الله يعينك يا خويا. لاباس ديما يلزمها تتذكر هند اللي صورناها المرشي هذا كما قال الراجل وفيه الجرابه تتناطر. الله يعينك اهلا بيك. سافا هات نخبيهم لك هذوما. ها ريت اخويا ريت القلوب الكبير. عايشك. شبيه يضحك هذا؟ شده في ربي. ريت يعني المرشي في جمعة، المرشي في جمعة شوف كيفاش رجع. رجع ثلاثة أسواق لبرا، من كان سوق واحد ولا أربعة. ولو جونا ما نعرفش منين، من بيرين وما تعرفش كل طرق بينا. وإحنا حاصرين الهم والواحد وتفرج. لو 24 ساعة يشعل علينا، يعني ونديري قلنا نارو الجيش. هذه بالله رسالة لأسعد خضر رئيس الدائرة البلدية لهنا. دونك هو كان قال لي باش ينحي الانتصاب الفوضوي وقت اللي تحضر اي الاكستنسيون. الله يعينك يا معلم. سافا خويا 29 هذه الهبره.
والعلوش 29 وش نعملوا في العيد ماله؟ وش مازال؟ شوي شوي الهم سكول تبدا الشيخ. ما نشريوش علوش؟ يلزم. ما عندوش ما يلزموش. جيك تعمل لي سومة؟ نعمل لك سومة كيك فما عاد مشكلة اللي يجي مرحبا بيا. الله يخليك. عايشك. خذ الدجاج عاد غادي. خال شنو أحوالك؟ لاباس أخويا. هاكا الإسكالوب 10 ستاك 8.5 الكويس 5200. والدجاج الدجاج قداه؟ 5.8. ها هو صديقنا هذاك. الله يعينك. اهلا بك. اي شبيك شبيك اللطف علي. نحن نحبوا علاش نحبوا نسمو نحن؟ نحبوا خاطر يقوموا لنا بالواجب نتاعنا. الواجب يا جماعه خذ لها كلها لبرا كل منين نجاونا الكلهم جماعه خاصين اخذ كل هذا الشيء ما تلاقينا خويا. كلموه سي الاسعد خضر قولوا له اجا اسمع الناس. لبرا قلنا احنا ما دام ماشيين مع نسمة لا ديما نحبوا نسمة. باش يفضل امورنا. عايش اخوك البرنس عايش كي برنس عايش. شبيك تدس في الراجل؟ عليه تدس فيه الراجل هو بالكاميرا وانت تدس فيه؟ ايش عمل؟ لا ندس فيه باهيش. لا تدس. وين القضيه بابا؟ لا الحمد لله تو هاي الدنيا بدات ترخف علينا شويه والحمد لله شده في الله شده في الموضوع. الحمد لله بابا الحمد لله. ربي يفضلك ربي يفضلك يا عايش. رئيس البلديه يا نخرج الناس الكل يا ندخل الناس الكل. عندك الحق. فرج باش حاسرين نحن لهنا شوف. عندك الحق عندك الحق. يا نخرج الناس الكل يعني حاجه سهله. يا نعيش وعيشه فل. يا هذيك الساعه. محمديه كل الناس الكل حتى نجي معنا وكان نجي كلها معنا. الناس كلها تدخل داخل. الناس الكل تدخل داخل عندك الحق في هذايا. بدايه يا امين تعرف من لي كونتراست اللي موجوده احنا قلنا هذايا اقدم حي شعبي في تونس لهنا. لكن على بعد تقريب 200 متر نلقاو حومه التوفيق اللي ودرج على رئاسة الحكومة متاع تويكا. ما أنا نحكي على التوفيق اللي هي كانت كما تقول طبعا حي النصر متاع تونس القديمة. يعني شوف الكونتراست اللي ما بين الملسين لهنا حي شعبي معناتها بار اكسيلونس من عشرات السنين وبين التوفيق. جاوي وبخور ودنيا ولا اي وثم وشق وداد وك الدنيا. هاك العظم خلينا نكملوا في العظم ب 700 كيفاش؟ نعملوا استنى ساعة الرجل زناري خلي يركح روحه سي الفرشيجي سيدي هذايا سالم ساعة كبير الحومة. سالم نعرفه عاد ويعرفني به. محمد علي وتعرفه من الناس القدم 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 القدم. نرجع نكوروا سالم. راك صورتني هذا تو ارجع نكور. يا حسر عليك يا حسر. لاباس باهي الاسوام وربي يدوم الرخاء ان شاء الله. باهي العظم ب 700 طيب لهم عزه مدام. طيب ونطيب على خاطركم نطيب كل شيء. الله يعينكم. دونك امين خذ بوسه من عند خوك سالم ما يسالش. دونك كبير الملاسين رد بالك ستر. دونك هاي صور له الجاوي وبخور خلينا نعملوا شويه بخور هكا وهكا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم تسوق وتذوق في السوق البلديه في الملاسين. نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد وفي الاثناء ديما نقول ان شاء الله ربي جريع على السلاح. الى اللقاء.